طاج مثلا. قال الراجل ده دخل هنا ودخل هنا, نعرض بعد بكرة. فكرة المشاهد. الحمد لله. متهم حضرتك أنت بخروجاتك عن النص, يعني المخرج والمؤلف اللي وياك يتعبون. ابدا تطلع هواي عن النصوص. ابدا ابدا. اتذكر في مسلسل انت اول مسرحيه لك طلعت على النص, مع انك كنت بعدك يعني بداياتك. اي 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 بس غير تحسب الحساب خروج عن النص نتائجه شنو؟ يعني الخروج عن النص قانوني لو يعني هو مو خرج ولم يعد. انت لازم تخرج وتعود. تخرج في في صلب الموضوع. ما يصير احنا نسولف على مثلا موضوع خلينا نقول عن الزواج, واذا هناك مثل الله يرحمه عمر طه نسولف على البلاعيم على لوزتين تحجيل بالفجل. لا هذا خروج عن نص قاتل, هذا خب المسرح. فاذا لم يكن الخروج عن النص محسوب لا يسبب كارثه. نسيت يوم حوار او غلطت؟ ممكن ايه يحدث, يحدث انه هنا ماكو شيء يوقف. ف يعني ادارك الموضوع. طيب نشوف هسه الفقره الاخيره, فقرات من مجهول او ضد المجهول. ضد المجهول هنا فد رساله او فد شيء معين او فد كلمه من شخص قريب من عندك, لو شيء يعجبك لو شيء جوز ما يعجبك, فانت راح تفتحها وتشوف شنو بيها وتقول لنا نحكي بيه لو لا. تمام نحكي. يلا يلا. أحمد زهير. شنو هاي؟ مو مجهول. 40,000 على 107 رقم البيت اللي سكننا بيه بخنبر علي. تذكره؟ اي. مو زهير هاي؟ واحد. اي اي رقم بيتنا هذا. شو يعني لك؟ احلى يعني احلى الايام. مو المسرح قضينا احلى الايام, بس في خنبر علي من اجمل ايام حياتي. ليش أجمل أيام حياتي؟ لأنه الناس اللي عايشين في هاي المنطقة هم ناس من أرقى ما يكون, من أحلى ما يكون. شو كزرتها آخر مرة؟ قبل شهر حوالي. شهر؟ أي. ليش تزورها اليوم؟ يعني عندك أحد بيها يعني؟ ما عندي أحد, لا أروح هناك أفوت بالسوق حنون وتحت التكية صح السكان تغيروا كثير يعني طبعاً. اللي انتقل إلى رحمة الله واللي يعني ما عاد يمكن الان متواصل انا مع الاخ منعم الطويل, يلقب منعم الطويل, شخصيه مرحه كوميديه من الله سبحانه وتعالى من طيل مرح. وهذا يمكن هسه تقول له مثلا تعال قدام الكاميرا يجوز ما يدبر, لكن من تقعد معاه لا يعني على قولتي اللي يقول جيب بطل مضحك. زين انا سمعت انه اكو من هذا رقم قصه خلاك تتذكره, خلاك ما تنسى هذا الرقم نهائيا, خصوصا يعني شغله الالف اللي كتابه هي مال 40,000 الكهرباء. والله العظيم صحيح. والله العظيم صحيح. يعني من يعني كانت الكهرباء تنقطع كل 50 سنة مرة. إن الواير اللي جاي من الشبكة الرئيسية قريب على بيتنا, تدري هذا من يصير الحمل زايد ينقطع الواير. نعاني يلا يجون يصلحوه لأنه لازم موافقات, من يقدر يصعده على الشبكة ويشطل مثل هسه؟ لا هسه جيبوا شطل, هسه الدنيا كلها مشطل يعني أكثر كلها مشطل. لا كل الـ كل الـ كل الناس غلط يا أخي غلط يعني هذا 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 تحرم آخرين من 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 نعمة الكهرباء يعني. فهذا الرقم من شنت أنا أروح أسجل شكوى 40,000 على فيكتب يكتب 40,000 قال لي وين أكو بيت؟ أكو هيك رقم 40,000؟ قلت له لا سأل ألف ألف يعني ألف بالهمزة. ها أقول ها إي فصح معلوماتك مضبوطة. قوي المجهول مالتنا مو؟ جدا. نورتنا. الله يسلمك حبيبي. طول بعمرك الله يخليك. شخصية تجنن ما أقدر أبالغ. يسلمك حبيبي وأنت محاور رائع جدا وأشكرك. شوف المحاور الناجح يعني ياخذ من الجواب سؤال, مو يكتبهن مثلا. لا انت من الناس من المحاورين اللي مو جامرة حقيقه استمتعت بهذا الحوار الجميل. شهاده هاي كبيره شريط بعد. يسلمك حبيبي يسلمك. هاي حقيقه. شكرا جزيلا لمتابعتكم. كنت وياكم سارق حسام ضد المجهول. انتظرونا في حلقه جديده الاسبوع القادم.